السلام عليكم مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير متابعين الكرام نبداو الفيديو تاعنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد أه كما راكم معنا في الصوره اليوم بدات لكم الطبخ أه ما جبت اليوم ما طبخت اليوم أه جبت لكم هذه المنظمات أه فكره أه حبيت نشارككم باش خملت الفريجيدار تاعي حبيت نشارككم نعطيكم الفكره أه نتمنى تاخذوا منها تاخذوا هذه الفكره وتعملوا بها شيت هاد المنظمات آه ماشي غاليين بزاف آه فاميل آه فاميل, آه فاميل فانت وكاين حتى زوج بفاميل عجبوني قيين وينظموا لك الفريجيدار تاعك آه درتهم للخضره خمت فيهم الخضره حبيت نخمل معاكم الفريجيدار تاعي فوالا هذا هما آه في الصوره هذو زوج كبار ودرت اربعه متوسطين ودرت زوج صغار زوج صغار هذوك ب 20000 زوج بفاميل 10000 10000 ماشي حاجه غاليه بزاف راح تنظمي الثلاجة تاعك تفتحيها ما شاء الله راح ترتاحي نفسيا ترتاحي و ربعة بفامي آه الوحدة ربعة بثمانين ألف وزوج بعشرين يسمى مية و مية وخمسين ألف والكبار زوج بخمسة وعشرين ماشي بزاف مية وخمسين ألف تنظمي الثلاجة تاعك و تكون كل, كل حاجة في بلاصتها كي تحلي الثلاجة تاعك راح ترتاحي نفسيا و ما أحسن من هذيك الخالوطة هذيك و... وتكوني منظمة الله يبارك حتى الزوج تاعك يفتح الثلاجة راح يتشهى الله يبارك أنا خملت معاك ماذا الصغار درت فيهم الفاكهة واش عندك في البيت واش عندك في البيت خمري درت الفاكهة كامل في بلاس عندي غير حبيبة تاع البانا نبقات كاش ما ندير بها ديسير وحبة تاع التفاح و... والتينة درتهم مع بعض كما راكم تشاهدوا راني نخمل و... ونبدل رايي مره نخمل مره ن... نبدل رايي باش نحاول ندير مظهر شباب هنا عندي حبيبه تاع الطماطيش درتهم مع مع الفخوماج في هذاك هذو الصغار هذو الصغار قلت لكم يديروا ديميل تقدروا ديروا من هذا الصغار وديروا زوج كبار هكذا الفاكهه على الخضره انا درت الخضره تاعي لازم نغسلها كيما راكم تشاهدوا تغسلوها وتنشفوها بسيرفيت هكذا كي تبدا تجبدي تبدا غير تنقي برك ما تبداش كل مره تغسلي وهذاك التراب راح الغبره هذيك تاعهم راح توسخ لك هذا المنظيمات حاولي تكوني عفوا تكون حالتك هكا نقيه وتكون سهله راح تسهلي على روحك الامور هذا ربعه كبار راح ندير فيهم الخضره آه هذا صغير درت فيه الحشيش نتاعي من عفوا قصبر والمعدنوس درت زروديه واحده ولفت وحده عاود تقريب درت لفت وحده زروديه واحده درت نقول جا ثاني وحده حطيت معاهم حبه آه القارص هنا عندي الحليب ومشتقاته درتو ثاني في بلاص قلعت عليا ثاني درتها معاهم فوالا نظم كل حاجه باش تبان لك كل حاجه تبان لك كي تفتحي الفريجيدير كل حاجه تبان لك ما ما تطيح ما تدفق ما كل حاجه تحكم بلاصتها انا عندي لي بطاطا تاع لي اختي هذو درتهم ثاني في بلاص النظام مليح راح تسهلي على روحك الاعمال هنا عاود درت الاجبان كامل في بلاص بدلت درت الاجبان كامل في بلاص والخضره وحدها فوالا الفاكهه ثاني وحدها راح تعطي مظهر شباب للثلاجة تاعك اعطيتكم فكره فقط من اشياء بسيطه وهذا هذا المظهر تاع الثلاجه نتاعي في الاخير كي تفتحيه ما شاء الله راح ترتاحي نفسيا قالت لي هذه بلاصه بان نزيد نشري لها حتى تكون عندك ديرو لي كارد ثاني ديروا الماكله اللي دي, دي تبقى لكم ديروها في لي دي كارد مونجي وغلقوا عليها وحطوها راح تسهلي العمل ليك وتكوني منظمه بيتك تكون كل حاجه في بلاصتها على رمضان جاي سهلي على روحك العمل اعطيتكم فكره فقط نتمنى تاخذوها بعين الاعتبار وتشيلوا هذه المنظمات راه ماشي غالي بزاف فوالا كي تفتحي الثلاجه راح تفرحي تشوفي كل حاجه في بلاصتها راح تفرحي اتمنى يعجبكم الفيديو تاعنا ما تنساونيش في خلونا خلو لا كومنتير وبصامات اللي مش مفعل لنا يفعل لنا وستناو جديد تاع رمضان راني مره مره ندير لكم فيديو تاع رمضان دمتم في رعايه الله وحفظه جميعا مع السلامه ربي يحفظكم